بيت السلايف احدث مسلسل اتعرض لك، يعني تقريبا كان الشتاء اللي فات. المسلسل كان مختلف وفكرته يمكن مختلفه شويه، بنشوف كواليس عالم السلايف بقى والضراير والحاجات دي. بالظبط بالظبط، هو كان اكتر ما بين فكره العالمين المختلفين اللي هم العالم المادي قوي والمستوى الاجتماعي والسياسي والوظيفي العالي جدا خلاص، وجزء تاني من العيله مستوى المادي اقل بكتير، والصراع اللي بيحصل ده والنفوس السائس بقى والمؤامرات. بالظبط بالظبط كده بالظبط كده. في النهايه برضو هو مسلسل بيكرس لفكره ضروره وجود القانون، وفكره انه لا شيء فوق القانون ولا شيء فوق النظام، وهو ده كان اهم حاجه في الفكره، انه النظام هو النظام اللي بيحكم العيله الصغيره واللي بيحكم العيله الكبيره. العيله الصغيره الاسره بيتي وبيتك، واللي بيحكم العيله الكبيره اللي هي الوطن. يعني كواليس المسلسل بقى، وخاصة انه كان خارج سباق رمضان، اعتقد كان 45 حلقة. اه بالظبط، احنا الحمد لله كنا ترند على لفترة طويلة جدا على السوشيال ميديا، وكان مسلسل طبعا من تأليف حسين مصطفى محرم واخراج محمد عبد الخالق، وكان مغامرة انه يتعمل بره رمضان، بس هي الحقيقة بقت مغامرة دلوقتي بتخلي العين عليك وكل حاجة، لكن بتديك فرصة احسن للمشاهدة. فالحمد لله ان هو كان حقق المعادله دي، انه نجح في ان هو يشد المشاهد، وانا نجحت ان انا اقدم شخصيه عمري ما قدمتها قبل كده، شخصيه مختلفه وفيها كم اكتر من نقله نفسيه وكده. فالحمد لله بسمع تعليقات حلوه من الناس عليه، يعني الحمد لله.